الكل يبي تكون شفايفه فاتحه وصحيه، لكن في نفس الوقت يبون شيء او حلول سريعه. الى متى تبون تسوون جهاز الليزر اللي يفتح الشفايف بشكل زين؟ لكن الى متى تبون تسوونه؟ في شغلات منزليه انصحكم فيها. اول شيء بطلوا عاده لعق الشفايف. الشيء الثاني استخدموا مثل هالمرطبات هذه، انا براندد، استخدموا براند اللي تبون. اهم شيء مرطب الشفايف يكون ماده الشيا بتر. صار لي يمكن فوق العشر سنين ما استغني عن مرطبات الشفايف، استخدم جميع الانواع، لكن دائما اختار اللي فيه ماده الشيا بتر. في انواع كثيره موجوده. الشيء الثاني، اذا حسيتوا انك قاعد تستخدمون هذا باستمرار لكن مع ذلك الشفايف جافه مو قاعد تصير رطبه، بالحاله هذه راجعوا معجون الاسنان، ممكن يكون في ماده SLS اللي هي صوديوم لورير سلفيت، وهذه الماده تجفف الشفايف وتخليها سودة مع الوقت. فانصحكم تختارون انواع معجون اسنان خاليه من هذه الماده. شلون تعرفون انه خالي من هذه الماده؟ لان تكون صعب احيانا تعرفون على المعجون. استخدم المعجون اللي يكون خاص للثه او الاسنان الحساسه، راح تكون خالي من الماده هذه، وتكون يعني او تكون ماده الاس ال اس قليله بالمعجون. هذه الشغلات واظبوا عليها.